وتسجيل قوية لم يستطع الكويتي عبد الخال أن يتصدى الكرة الماضية. هذا استقبال تقدم المنتخب الفلسطيني بهدفين مقابل هدف. فرصة ثالث يا سام، جميل الكرة الماضية في غاية الروعة وضعها منتخب العراقي. هذا الجول أتى بعد الهدف، بعد الهدف كانت الأمور ليست بهذه الطريقة، لكن هنا توريرة مرور وانطلاقة لواقع الأيمن. نعم يتخلص، يتقدم، الكرة الخطيرة، المحاولة الخطيرة، الثاني ممكن، الثاني ممكن، الثاني 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 للمنتخب الفلسطيني، على الثاني للفدائي يسجل من نفسه. لكن لاحظ الكرة الماضية اللي يسجل من خلالها، رقابة يفيضها دفاعات المنتخب الفلسطيني. الآن محاولة ممتازة لبال، دهماشا يدهش الجميع هذا المساء ويسجل. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. في مساحة، في مساحة، إلى الأمام، تمريرة، إلى ريبال، إلى ريبال. عند وسام أرسل الكرة إلى الأمام، رصيد. فردية ممكن أن نكسب فيها هدف، لكن في بعض الأحيان في هذه المباراة الكرة تعود. ريبال يحاول إرسال كرة داخل المنطقة، يسجل التعادل. ريبال خطير الهدف الأول. نعم يأتي على الهدف الأول للمنتخب الفلسطيني، يسجل مبكرا هدف أول عن طريق ريبال دهماشا. ريبال دهماشا يرمي المفاجآت، مقرصة بشكل ممتاز، سجل الهدف الأول في التوقيت مبكرا. قليلة من الجماهير المتواجدة، لكن صوتها يكون عالي، صوتها من أجل المنتخب. دائما ما يكون في الأعلى لتمريرة ممتازة. الكرة تعود للمنتخب الفلسطيني، يا سام، والارتعاب من أجل أن يحضر نفسه للقاء المنتخب العراقي.
يوم الخميس.边路形成了一次过人，有利于原则继续进行比赛，而且完成了一次过人。المنتخب الفلسطيني هو من كان في البداية قصيرا لكن بعد ذلك يضيع عديد الفرص كان هنالك هدف مدرك اللمسات المرتدة والهجمة المرتدة الحاضرة بالنسبة للمنتخب الفلسطيني في هذه الوضعية المدرب الفلسطيني كرة للأمام محاولة خطيرة فلسطيني من وجه محمد التصفيات تتزامن طبعا مع ال المنتخب العراقي ايضا يمتلك خط الخمسه في التشكيله الفلسطينيه اسلام يغمور يعني تحدث الفلسطيني منتخب ريبال يسجل في مرمى المنتخب الكويتي ثاني الأهداف بكل طبعا تأني والله لمسة هداف من دهماشا دهماشا يدهش الجميع أن يسجل الهدف الأول في توقيت مبكر نعم لا يتأخر